تجري شركة نفط البصرة عمليات تطوير متواصلة لعدد من الحقول النفطية بهدف تحويل الأرقام التقديرية لإنتاج وتصدير النفط في البلاد إلى واقع حقيقي ضمن خطط زيادة حجم التصدير مستقبلاً من المنافذ الجنوبية والشمالية من خلال تطوير منظومات التصدير والنقل والخزن بالاتساق مع الزيادة المخطط لها لتعضيد اقتصاد البلد. حقل مجنون حالياً بطاقة 245 ألف برميل صعوداً إلى 450 ألف بعد الانتهاء. اليوم من ضمن زيارتنا زرنا محطة CBF2، الإنجاز مالها كان أكثر من 90%، اللي راح تشتغل ب 200 ألف برميل باليوم. عندنا محطة عزل غاز الحيس بالإمكان أيضا من خلال تطويرها بالجهد الوطني والوصول بها إلى طاقة 130 ألف برميل باليوم. بقية حقولنا العاملة حاليا وضع خطة ودراسة لتطوير حقل نهر عمر. لدينا خطة طموحة نوقشت مع رئاسة الوزراء وطلبنا لها تخصيصات مالية لتطوير منظومة التصدير ومنظومة النقل ومنظومة الخزن وبما يتماشى مع الزيادات المخطط لها على مستوى النفط والغاز. ويرى اقتصاديون أن خطط وزارة النفط الرامية لتطوير الحقول النفطية وتعظيم واردات الدولة مرهونة بإقرار قانون النفط والغاز. إقرار هذا القانون قانون نفط وغاز اتحادي هذا يضمن سلامة الإيرادات المتحققة من النفط وإمدادات النفط وأيضا ممكن أن يحقق الثقة من قبل الشركات النفطية الدولية في التعامل مع حكومة مركزية واحدة بما يضمن حقوق هذه الشركات التي تستخرج النفط وتطور النفط. ولهذا يعول على هذا القانون بأنه ممكن أن يكون مصدر أساس في تطوير حقول النفط في المستقبل. وأبرم العراق عقوداً مع شركات استكشاف النفطي لإجراء المسح الثلاثي لعشر رقع جديدة معظمها غازية سيتم الإعلان عن انطلاق العمل فيها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وفقاً لوزارة النفط. إبرام عقود جديدة لتطوير حقل مجنون النفطي سيمكن العراق من زيادة احتياطات النفط لنحو 10 مليارات برميل، فيما ستزداد احتياطات الغاز لنحو 8 تريليونات متر مكعب في اليوم، بما يسهم بزيادة واردات الدولة وإنهاء ملف حرق الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج. نجح العابدي، الحرة، البصرة.